نعم. ما حكم تقبيل اليد؟ تقبيل اليد نعم، خاصة لولد من لولدي أو لمثل شيخ. نعم، تقبيل اليد احتراما لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم، لا بأس به، إلا إذا خيف من الضرر، وهو أن يعجب الذي قبلت يده، يعجب بنفسه ويرى أنه في مقام عالي، فهنا نمنعها لأجل هذه المسألة.